السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، حنبدا معنا محاضره مهمه ان شاء الله اليوم باذن الله. ننتهي من موضوع كل الدي ان اي فيروسز، فباذن الله عز وجل تكون موضوع الدي ان اي سهل جدا. فبسم الله الرحمن الرحيم، حنبدا اليوم بمحاضرة الأدينو فريدي والبابوفا فريدي، وإن شاء الله بعدها نكمل البرفو فريدي، وبكذا نكون خلصنا محاضرات الدي ان اي بالكامل. طيب، في نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله الجميع الحاضر حيكون قادر إنه في نهاية المحاضرة يعرف الأدينو فيروس، إيش الأدينو فيروس وإيش الكاركترز لهذه الأدينو فيروس، الاستراكشر، الديزيز اللي تعملها، وايضا لاب دياجنوسيس والتريتمنت والبريفنشن. طيب، في معنا امر مهم جدا عشان بس ما تنسوش الدي ان اي خالص. احنا نتكلم نقول ان الدي ان اي فيروسس وضعناها في عائله سميناها هابي، وقلنا ان الهابي دي كالاتي: اول امر فيها في معنا انفلوبد فيروسس ونن لي نيكد، وقلنا ان الهابي دي الانفلوبد كلهم دبل ستراند دي ان اي. اول ممبر في هذه العائله المحترمه هو هربس فريدي، ثاني الهيبا دي ان اي فريدي اللي فيها الهيباتايتس بي، وحنتكلم عليها مع مجموعه الهيباتايتس ان شاء الله، والامر الاخر البوكس فريدي، وانتهينا من هذه اللي هي البوكس فيروس. طيب، واتفقنا ان النون انفلوبد فيروسز اللي هي النيكد في معنى دبل ستراندد وفي معنى سنجل ستراندد. الدبل ستراندد قلنا انها اللي حنتكلم عليها اليوم الادينو فريدي والبابوفا فريدي، وقلنا انه الدي ان اي كلهم زي ما انتم شايفين كلهم دبل ستراندد دي ان اي اكسبت فيروس واحد اللي هو بارفو فيروس واسمه بي 19، وان شاء الله نتكلم عليه اليوم ونخلص منه كمان اليوم. ذا الادينو فريدي وذي البابوفا فريدي. طيب، عشان بس نراجع الامور بسرعه، الان كل الدي ان اي دبل ستراندد اكسبت بارفو فيروس، كل الدي ان اي كوسا هيدرال اكسبت، ما شاء الله رائع، كل الدي ان اي لينير اكسبت بابوفا فريدي سيركل. فدي على طول الاستراكشر بالنسبه لكم، ما عاد المفروض يكون اي مشكله خالص بالسكيم ذا، على طول تكونوا واضحين مفهوم بالنسبه لكم الاستراكشر. طيب، تعالوا نشوف الادينو فريدي اللي هي الادينو فيروس والاساس فيها. حنعرف الديفينيشنز حقها، حنعرف الكاركترستيك لهذه الادينو فيروسز، وحنعرف الاستراكشر، وحنعرف الديزيز واللاب دياجنوسيس والتريتمنت والبريفنشن. أساساً الأدينو فيروس هم عزلوها من الأدينويد، لأنه في اللحمية اللي خلف الأنف ليتنت الفيروس فيها، يظل ليتنت هناك، وكانوا زمان مش كذا وبس، كانوا زمان يعتقدوا أنه هو مسبب الأدينويد فسموه أدينو فيروس، لكن بعدين لما درسوا الفيروس وجدوا له صفات أخرى، فقالوا تعالوا نبدأ بالديفينيشنز لهذا الفيروس. إيش الديفينيشنز له؟ الديفينيشنز زي ما قلنا في الاستراكشر مفروض تعرفوه كلكم، هو دبل ستراندد دي ان اي، هو نان انفلوبد، هو ايكوسا هايدرال. هذا الفيروس له حب بالابيثيليال سيل، يصيب الابيثيل اي جزء اورجانز مبطن بالابيثيليال سيل يصيبه، فبالتالي حيصيب الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، حيصيب الاي الجاسترو انتستاينال، حيصيب كمان اليو تي اي انفكشن. ومن هنا نجي لهذا الامر، عاوزين نشوف الكاركترستيك لهذا الفيروس. اول كاركترستيك انه مالتي سيستم انفكشن، ليش؟ لانه بيصيب الابيثيليال وذي مبطله لاكثر من اورجنز، واحد. الامر الثاني بالتاكيد له ديفرنت مود اوف ترانسميشن، او نقول مالتي مود اوف ترانسميشن لوجيك، لانه مش قلنا بيصيب قبل شويه الجي اي تي وبيصيب الريسبيراتوري، بالتاكيد المود اوف ترانسميشن للجي اي تي يختلف عن الريسبيراتوري، يختلف عن الاي انفكشن، فذا حيكون كمان من ضمن الكاركترز انه له ديفرنت مود اوف ترانسميشن. الصفه الثالثه، هذا الادينو فيروس اللي بينتمي للعائله الشهيره ادينو فريدي
له أكثر من 50 نوع خاصين بالهيومان، أكثر من 50 نوع. الحلو في الموضوع أنه يعطي حاجة بنسميها long lasting immunity، بس هنا نقطة لابد نتفق عليها، ما يعطيش الخمسين نوع كلهم. يعني لو واحد أصيب بالنوع رقم واحد هيحصل له مناعة long lasting agonist واحد، لو أصيب رقم 21 هيحصل عنده long list long immunity or long lasting immunity agonist اللي هو رقم 21 وهكذا. اذا هو حتكون في سوليد اميونيتي للسبيسيفيك تايب اللي حيحصل للانسان هو انفكشن. الامر الاخر انه منتشر بشكل كبير في النيتشر. ليش؟ لانه السيرو تايب حقه عددها كبير فمنتشر بشكل كبير. الصفه الخامسه ولا تنسوهاش ليتنت. وليتنت فين الان؟ قولوا لي الفيروسات اللي اخذناها ليتنت قبل هذا. كل الهربس فيروسس ليتنت. والآن معانا كمان فيروس آخر في الأدينو فريدي اللي هو الأدينو فيروس كمان ليتنت. وليتنت فين؟ في الأدينويد. تمام. الفيروس ده غريب، يعمل إنكوجينيك لكنه إنكوجينيك للرودنت، النيوبورن رودنت. إلى اللحظة دي ما يعملش الهيومن، أو ما اكتشفوش إنه يعمل الهيومن للحظة، لكن الاحتمال وارد. لكن الفيروس ده من صفاته الأساسية إنه يعمل إنكوجينيك في النيوبورن رودنت. تمام. صفة سابعة مهمة جدا للأدينو فيروس. هذا الأدينو فيروس من ضمن الصفات المهمة له انه له لارج جينوم. ايش فائدة معنى لارج جينوم؟ قالوا نستطيع ان احنا نقص او نعمل انسيرشن لجين، عاوزينه يعمل مثلا فاكسينيشن، او عاوزينه يعمل تريتمنت للتيومر، فحيسهلنا المهمة دي. وحتكلم على هذه الفانكشن ان شاء الله قدام شوية. إذا ذا الفيروس من صفاته إنه له لارج جينوم، هذا حيتيح لنا إن إحنا نعمل كاتينج لجين أو نعمل إنسيرشن لجين في هذا اللارج جينوم، وبالتالي حنستخدمه سواء في الجين ثيرابي أو حنستخدمه في الفاكسينيشن. حشرحها إن شاء الله بريفلي في النهاية بإذن الله. طيب الاستراكشر صفاته اتفقنا عليه، دابل ستراندد نيكد، لكن إن له يونيك كاركترز. لو فايبر، الفايبر ذي اللي يحصل لها بروجكشن اللي قلنا مش سبايكس من، بس مش من الانفلوبد، من الكبسيد. الناظر للشكل ذا حيقول هذا انفلوبد، ما هوش انفلوبد، هو نيكد، بس الفايبر الطالعة منه هي طالعة من الكبسيد. الفايبر ذي هي التوكسيك، وكمان الفايبر ذي بتعمل هيم أجلوتينين الفايبرز نفسها. وكمان الصفة الثالثة للفايبر انها هي السبيسيفيك للاتاتشمنت، فذي اليونيك كاركترز بالنسبة له انه في بروز او في بروجكشن، مع انه ذا اتفقنا عليه انه ما يحصلش الا في الانفلوب فيروس، لكن هذا البروز وهذا البروجكشن جاي من الكبسيد. طيب الكلاسيفيكيشن لهذا الفيروس، الكلاسيفيكيشن له في معنا خمسة جروبس A و B و C و D و F، ومش اتفقنا انه في معنا اكثر من 50 نوع. هذا الأهم، الأهم التايبز اللي بيصيبوا الهيومن. مثلا جروب A اللي فيها 12 و 18 ممكن نحفظ 2 و 1، الجروب B 3 و 7، الجروب C 1 و 2 و 5 و 6، والجروب D 8 و 9، وأهم حاجة الجروب F اللي هو 40 و 41. حنتناولهم بشيء من البساطة بإذن الله الآن. طيب الديزيز، أول الديزيز يعمل ديزيز بنسميه فيبرايل ريسباراتوري ديزيز أو إنفكشن. بالنسبة أهم سيروتايب هم 4 و7 بالإضافة إلى 14. كيف ينتقل هذا الديزيز؟ بالدروبلتس. لو ما ينتقل بالدروبلتس حيعمل رانايتس كومن كولد، وبعد ما يعمل كومن كولد حيعمل فارينجايتس، وبعدين يعمل برونكيولايتس، وبعدين يعمل كروب. إيش الكروب؟ هو إنفكشن لللارينكس والتراكيا والبرونكاي ثلاثة، فنسميه كروب ولو كاركترستيك ساوند حنتكلم عليه ان شاء الله. ما نتكلم على البارا انفلونزا فيروس لانه هو الاساس في البارا انفلونزا فيروس، حتكلم على الكاركترستيك بالنسبه للكروب. هذا يوجوالي يحصل لما يكون في ملاتري ريكروتس، يعني في زحمه كبيره وخاصه موسم الحج. وذلك لو تشوفوا الناس اللي بتروح مثلا الحج او عمره وفي زحمه بيحصل عندهم ما نسميها بالفيبرايل ريسبيراتوري انفكشن، لانه الزحمه دي ادت الى انتقال الفيروس، فبالتالي الناس كلهم تحصل عنده فيفر وعنده فارينجايتس
بالإضافة إلى الكروب، تحصل عنده إنه الفرنجايتس عنده أو الفارينكس عنده ملتهب بالإضافة إلى الكروب. يوشوالي بتكون لما يكون في مكان فيه زحمة. طيب هذا الديزيز الأول. الديزيز الثاني بنسميه الفرنجيو كونجكتايفال فيفر. فرنجيو كونجكتايفال فيفر كيف يحصل هذا؟ السورس الوحيد أو اللي هو الغالب له في السويمينج بول. أنتوا عارفين إذا ما فيش في اللي هي برك السباحة ما فيش مثلا اهتمام بالماء ويغير الماء ونسبة الكلور تكون فيه بنسبة اللي هي تمنع الانفكشن. لو واحد عنده مثلا الفيروس ده ونزل يسبح اللي حينزلوا بعده كلهم هيحصل عندهم ما نسميه بالفرنجيو كونجكتايفال فيفر. ايش ده كاركترايزد بي ايش؟ انه يكون عنده كونجكتايفا او كونجكتيفايتس بالاضافه الى عنده للفرنجايتس. فنسميها كده نسميها فرنجيو كونجكتايفال فيفر. وذا كاركترستيك بالنسبه لكثير اللي تشوفوه مثلا يروح المسبح ثاني يوم او ثالث يوم الا وقد عنده الفيفر وقد عنده كونجكتايفا كونجكتيفايتس وقد عنده فرنجايتس. طيب الامر الاخر كرياتو كونجكتيفايتس. الكرياتو كونجكتيفايتس سيروتايب او التايبز اللي بتعمله 8 و19 هذول الكومن. احنا اتفقنا على فيروس بيعمل كرياتو كونجكتيفايتس، ممكن تذكروني ايش هو؟ هربس سمبلكس فيروس تايب 1. برافو عليكم، صحيح. هنا نفس الوضع، واحد عنده الكرياتو كونجكتيفايتس زي ما اتفقنا بالكونتاكت بمنشفه، جاء واحد بعده بنفس المنشفه او كمان في بركه سباحه يعني عنده كرياتو كونجكتيفايتس نزل المسبح، اللي حينزلوا بعده حيجي لهم كرياتو كونجكتيفايتس. كاركترايز باي ايش؟ الاتشنج اي ريدنس بالنسبه او ريد اي وكمان في ميوكس ديسشارج. طيب اللي بعده من الديزيز المهمه في الادينو فيروس اللي هو جاسترو انترايتس. ويوجوالي ده ضروري نحفظه 40 41 لان هم الاثنين اللي اشهر تايبس في الادينو فيروس بيعملوا الجاسترو انترايتس. اكيد المود اوف ترانسميشن الفيكال اورال روت، سواء والذباب له دور فيه مثلا انه شخص مثلا عمل ديفيكيشن جاء الذباب ونقله للطعام او جاء شخص يداته ملوثه وسلم على شخص او نقله الى مكان، حيكون المود اوف ترانسميشن الفيكال اور روت الدور الاساسي في نقل الانفكشن. هذا يوجوالي بيصيب الانفنتس، فبالتالي يسموه انفنتايل جاسترو انترايتس وكاركترايزد باي الدياريا وفوميتنج والفيفر. في حاجه مهمه جدا على فكره ودي اكتبوها لا تنسوهاش، انت السسبشن اللي هي التصاق الامعاء يوجوالي بتكون ديوتول ادينو فيروس. ليش؟ لان الادينو فيروس لو ما يصيب الانفنت بيزود الموتيليتي حق الانتستين، فلو ما تزيد الموتيليتي حق الانتستين التشانس انه يحصل انت السسبشن عالي. ولذلك على فكره نشوفها بشكل كبير وباحيان مفروض نتهم الان الادينو فيروس انه ممكن يعمل الانتس سسبشن. اخر او قبل الاخير اليو تي اي او الريور تراكت انفكشن والتايبز اللي بتعملها 11 و21 اليوجوالي ذا بيكون احنا مش اتفقنا ان الفيروس ذا موجود ليتنت، فممكن يحصل ري اكتيفيشن له، يحصل ري اكتيفيشن او حتى ياخذ الانفكشن من النوزوكوميال، ياخذها من النوزوكوميال، فبالتالي حيحصل ما نسميه بالهيموراجيك سيستايتس. هيموراجيك سيستايتس البيشنت ذا عنده ديسيوريا وعنده فريكونسي وعنده هيماتيوريا، ولذلك نسميها هيموراجيك سيستايتس. دي طبعا غير حقيقة ما هيش الكومن، لكن إحدى الأشياء اللي بيعملها الأدينو فيروس اللي هي الهيموراجيك سيستايتس. إحنا اتفقنا من زمان إنه أي بيشنت إميونو كومبرمايزد عرضة للي يسوى واللي ما يسواش. ولذلك لما أتكلم إن شاء الله على HIV هتشوفوا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، يعني بتعمل ديزيز على أعلى مستوى وهي في الشخص الطبيعي أو للإميون كومبتنت ما تعملش أي حاجة. فاكيد الادينو فيروس لو شخص تعرض وهو امينو كومبرمايز خاصه كان عنده ايدز او عمل حصل له ترانسبلانتيشن، تعرفوا اي شخص بيحصل له ترانسبلانتيشن بيعيش عمره اميون سبريس، اضافه الى الايدز في مرحله الايدز حيكون السي دي 4 اقل من 200 خليه الكاونت حقها، ده شخص اميونو كومبرمايز ممكن يؤدي له الى فيتال نيمونيا. الامر الاخر كمان الاشخاص دول اللي هم اميون كومبرمايز حيكون عندهم جاسترو انترايتس باستمرار ديوتو الادينو فيروس. لاب دايجنوستس فيري سمبل، احنا ناخذ من السكريشنز من اي مكان، حنعمل ديتكشن للانتيجين باي الاليزا
وحنقول هل هو أدينو فيروس وأكوردينج التايبز اللي معانا. الأمر الآخر في معانا حاجة بنسميها البيرد سامبل أو البيرد سيرم. نروح نجيب السيرم، مثلا كانت اليوم الشخص عادوا بداية الانفكشن كانت 81، سبناها 7 أيام ورحنا نعمل لو أنتيباديز مرة ثانية، حيحصل رايزنج تتر اللي نقول 1 إلى 320. الرايزنج تتر ذا دلالة إنه الإميون سيستم شغال، فدلالة على الانفكشن. إحدى الأشياء اللي بنستخدمها لكن ما هيش الكومن بالنسبة للأدينو فيروس، ويشولي معظم الفيروسات بتشخص يعني كلينيكالي. طيب البي سي آر طبعا هو المور سبيسيفيك والمور سنسيتيف بالنسبة للانفكشن. تريتمنت ما معناش أي تريتمنت، لو ما فيش سبيسيفيك تريتمنت. ساعات يجي يقولون الريبافيرين ممكن يستخدم، لكن ما فيش حاجة سبيسيفيك تريتمنت للأدينو فيروس. إحنا بريفنشن نجي نقول نحاول قدر المستطاع نبتعد عن أماكن الزحمة، نبتعد تماما. الأمر الآخر أكيد ضروري ثقافة الهاند ووشنج، هي الثقافة السائدة. المسابح ذي ضروري نعمل فيها نسبة الكلور تكون موجودة بنسبة كبيرة. أيوة السؤال لكم هنا، ليش الكلور هنا في المسبح؟ شوفوا لما جاوبتوش يعني حكون زعلان، وأنا اليوم حزين صراحة. تفضل تفضل ارفع صوتك. ها تفضل، برافو عليك. احنا مش اتفقنا الكلورين هو اللي بيأثر على الانفلوب ونان انفلوب فيروس، وهو اساسا نان انفلوب فبالتالي حيقتلها. تذكروا زمان وقلت لكم محاضرات البيزك مهمة جدا لان حنستعين بها في السيستماتيك. طيب جابوا فاكسين له خاصة للثري تايبز اللي هما 3 و 4 و 7، ويعطوه للأماكن اللي فيه تجمعات. تعرفوا بعحان حتى في التجمعات العسكرية في يروحوا في عنبر مثلا 500-600 واحد في عنبر، فذول هاي ريسك. لكن هذا الفاكسين سحب في عام 1999، ما حدش عارف سحبه، بس سحب الفاكسين ذا وما عاد يعطاش الفاكسين خالص. من عام 1999 حصل توقيف لهذا الفاكسين. النقطة اللي كنت حتكلم عليها قلت لكم حشير لها، اللي هي كيف ان احنا نستخدم الأدينو فيروس في علاج التيومر او جين ثيرابي، يسموها كذا، يسموها انكوليتك ثايروثيرابي. انكوليتك ايش معنى انكو؟ انكو تيومر، وليتك هيحلله لايسس بالضبط، والفايروثيرابي على اساس انها بالنسبه للفيروسات. طبعا احنا اتفقنا قبل شويه انه ذا يعتبر ناقل للجين. ليش؟ لانه حق الجينوم لارج. كيف يحصل هذا الموضوع؟ يروحوا يجيبوا جين معين ويحصل له انسرشن داخل الادينو فيروس. التكنيكس ده يعتمد على العادي، يعتمد انه الفايرال ذا او الجينوم اللي حيدخلها حيعمل كيلينج للمالجنانت سيل او للتيومر سيل، بالاضافه حيزود الاميونيتي. كيف؟ تعالوا نشوفها. هذا الانكوليتك فيروس اللي هو قلنا واحد منهم، على فكره عددهم كثير، واحد منهم اللي هو الادينو فيروس. جبنا الجينوم اللي عاوزين نعمل له انسرشن، كويس؟ دخلنا الان خلاص اصبح الادينو فيروس معدل بالانسرشن جين اللي دخلنا له، حيدخل الى داخل التيومر. ومن هنا الحلو فيه انه سبيسيفيك لمن؟ للتيومر، ما يصيبش النورمال سيل خالص. بعدين حيحصل لايسس، مش قلنا انكوليتك حيعمل لايسس للتيومر؟ مش التيومر لو ما يحصل له لايسس الفراجمنتس دي يتعامل معها الاميون سيستم، فحيروح يطلع اميون ريسبونس. فبالتالي احنا عملنا ضربنا عصفورين بحجر، عملنا لايتك للتيومر وكمان طلعنا اميون ريسبونس له. هذا نسميها انكوليتك فايروثيرابي. ان شاء الله اذا جت فرصه يمكن نناولها شويه بالتفصيل في التيومر ايمونولوجي ان شاء الله عز وجل. هذا بالنسبه للانكوليتك فايروس ثيرابي. طيب جاهزين نبدا؟ على فكره الاسبوع الماضي كان وضعكم ما هوش طابق، خساره ثقيله، لكن اليوم ان شاء الله نعوض، ان شاء الله نعوض اليوم. حبدأ بكم إن شاء الله. حبدأ وأسمع سؤالك. طيب ركزوا معي للسؤال الأول. الأدينو فيروس مي كوز فينيريال ديزيز ريسبيراتوري إنفكشن. ياس اليوم صح صحين. فارينجيو كونجكتيفال كونجكتيفايتس فيفر، رائع. كرياتو كونجكتيفايتس، ممتاز. هتكلم عليها
في معنى حاجة اسمها sexual transmitted disease و venereal disease، هتكلم عليها إن شاء الله عز وجل، هتكلم عليها قدام بإذن الله، هنفرق بينهم. ولا بد أنكم تعملوا تعرفوا التفريق. أنتوا درستوا نيسيريا جونوريا؟ أنا صالح ما درستوش. النيسيريا جونوريا نقول عليها إحنا venereal، ونقول عليها كمان sexual. لا بد تعرفوا الفرق، وإن شاء الله أشرح لكم كمان قدام. طيب، الأدينو فيروسز آر دبل ستراندد دي إن إيه شباب؟ تمام. انفلوبد مور ذان 50 سيرو تايبس انفكت الابيثيليال سيل، صحيح اكيد ناكد. انتبهوا خلاص، هذا التقسيمه حق الهابي فيروس مفروض تكون في روسكم على طول. طيب الادينو فيروس ليتنت اون ترايجمينال جانجليا تي سيل بي سيل ادينويد. اليوم الله شكلكم مروحي. الادينو فيروس ديسترويد باي ايثر. ارفع. الكحول كلورين. برافو عليكم. بي اتش اكيد. انتبهوا لا تنسوش المعلومات اللي قلناها، انه ايثر سنسيتيف وايثر ريزيستنت. طيب تعالوا الان نشوف للبابوفا فريدي. البابوفا فريدي ان شاء الله في نهايه مفهوم البابوفا فريدي او محاضره البابوفا فريدي تكونوا عارفين الديفينيشنز والاستراكشر والكلاسيفيكيشن والباثوجينيسيس مع الديزيز لاب دياجنوسيس تريتمنت والبريفنشن. اعيد الهابي عشان نودعها اليوم، احنا مودعين الهابي فوري نحتفي بها تماما. طيب اكيد لا تنسوهاش، الكل الدي ان اي جمعناهم في كلمة الهابي وطرحنا لها واي عشان تكون هي سعيدة واحنا شطار. في معنى انفلوبد وفي معنى نان انفلوبد. الانفلوبد كلهم دبل ستراند دي ان اي، العائلة اللي تحت الدبل ستراند دي ان اي كلهم هيربس فريدي، هيبا دي ان اي فريدي والبوكس فريدي. هؤلاء كلهم اللي يجمعهم كلهم انهم دبل ستراند، كلهم انهم انفلوبد، كلهم ايكوسا هيدرال. رائع. الانفلوب اتفقنا عليهم انه في معنى دبل ستراندد وفي معنى سنجل ستراندد. ولا تنسوش كل الدي ان اي سنجل ستراندد الوحيد هو البارفو فيروس بي 19، هنشرحه اليوم ان شاء الله. الدبل ستراندد زي ما قلنا فيها ادينو فريدي اللي تكلمنا عليها قبل شويه والبابوفا فريدي اللي حنتكلم عليها الان. السنجل ستراندد ما فيهاش الا واحد ودي يونيك بالنسبه للدي ان اي. دي ان اي يوشوالي دبل ستراندد اللي هو اسف البارفو فيروس اللي هو بي 19، وحنقول ليش قالوا عليه بي 19. هذه كلمه البابوفا فريدي هي اختصار لباء وبو وفاء، وسموها بابوفا. ممتاز جميل. اذا الباء هي اختصار للبابلوما، والبو اختصار بوليوما، والفاء اختصار الفاكيوليتنج. الفاكيوليتنج مش هندرسها لانها بتصيب الانيمال وغيرها، ما لناش دعوه بها خالص. اذا اسم العائله با بوفا فريدي، الباء اختصار بابلوما، والبو بوليوما، والفاء اللي هي فاكيوليتنج. احنا يهمنا الهيومن بابلوما فيروس، وركزوا معي لانه فيروس مشهور ويعمل ديزيز بشكل كبير. اتفقنا انه اساسا سموه لانه بيحصل بروجكشن وزي التيومر، لانه بينمو زي التيومر فسموه بابلوما فيروس. ديفينيشنز له، بالتاكيد هو دبل ستراند دي ان اي، بالتاكيد هو ايكوسا هيدرال، بالتاكيد هو نيكد. صح، الفيروس ده عنده قدره انه يصيب الابيديرمس، وبالتالي بيؤدي الى حاجه بنسميها وورتس او نسميها فروكه. الاسم على فكره العلمي الاساس هو فروكه، بس الاسم الدارج وورتس، لكن يسموها فروكا او نقول عليها وورتس، ما عندنا مشكله. طيب الاستراكشر زي ما اتفقنا عليه ما في اي مشكله معنا فيه، هو اكيد دبل ستراندد وسيركلر، واكيد ايكوسا هيدرال، ولا تنسوش بالمخطط حقنا انه نيكد. طيب هذا الفيروس الهيومن بابلوما فيروس نسميه ابيثيليو تروبيك، يعني لا لا تروبيك على التروبيك يعني على الابيثيليال سيل، ويوجوالي بيكون الاستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، يوجوالي بيصيب الاستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم. طيب
تعالوا نشوف الكلاسيفيكيشن. اكثر الان تقريبا قدوا 170 الى 200 نوع، اكثر من 100 نوع. نحن نقول التايبز المشهورين هم تايبز 6 و11 و18 و33 يعملوا الجينيتال ووردز او ممكن يؤدي الى كانسر، حنتكلمها كيف حيؤدي الى كانسر بعد شويه. وطبعا يسموا الجينيتال وورد يسموها كوندلوما اكيومناتا، هتكلم عليها. الامر الاخر بيعملوا سكن وورد اللي هم 1 و2 و4 و10، دول كلهم بيعملوا السكن وورد، حنتكلم عليهم كلهم. طيب تعالوا نشوف الباثوجينيسيس. هذا الفيروس ينتقل بالكونتاكت، مش اي كونتاكت، برولونج كونتاكت بالاضافه الى السكشوالي. الفيروس ده بيصيب زي ما اتفقنا قبل شويه توب لاير اوف ذا سكن، ولذلك قلنا عليه ابيثيليو تروبيك، وقلنا بيصيب الخليه اسمها ستراتيفايد سكويماس ابيثيليوم. جميل. اول ما يصيب التوب لاير يبدا يعمل ستيموليشن للرابيد جروث، فيحصل رابيد جروث للفيروس ويتكون ما نسميه بال وورتس، او بنسميها فروكه، يسموها فروكه او يسموها الوورتس. طيب اذا ببساطه الفيروس ده كونتاكت وبرولونج كونتاكت سيكشوال، حيروح للتوب لاير، من التوب لاير حيحصل الفيروس حيعمل ستيموليشن رابيد جروث، بالتالي حيتكون ما نسميه بالفروكه او الورتس. شوفوا الانكوبيشن بريد حقه ممكن تصل لشهرين الى 8 اشهر، برولونج ممكن تصل الى 8 اشهر، يعني بعد كونتاكت او بعد سيكشوال ترانسميشن لين يحصل الورت، يا شهرين الى 8 اشهر. الديزيز اللي يعملها فروكا فالجارس، يسموها كذا على فكره، دي كومن، او اذا قلت وورد صحيح، لكن يسموها الفروكا فالجارس. دي ركزوا معي، اي الكوليفورم الكوليفلاور اللي هو القرنبيط، اي وورد شكل القرنبيط نسميه فروكا فالجارس. اذا شكله شكل هوريكم يا الشكل الان، اهو قدامكم الان، تعرف القرنبيط؟ زهر. ايوه قرنبيط. ايش الخبراء القرنبيط؟ ايوه. طيب هتكلم عليه. طيب الامر الاخر اذا اول امر يعمل فروكه فالجارس، وقلنا عشان نقول ايش اسم الديزيز؟ لابد ان يكون بشكل كوليفلاور اللي سميناه قرنبيط، عشان نقول عليه فروكه فالجارس. تمام. الامر الثاني بيعمل جينيتال وورتس، ينقل عليه جينيتال وورتس، ينقل عليه كوندلوما اكيومناتا، ينقل عليه جينيتال وورتس، ينقل عليه كوندلوما اكيومناتا، سواء للميل او الفيميل. الامر الثالث انه بيعمل السيرفكس كارسينوما، ولا تنسوش السيروتايب دي او التايب دي هي جينوتايب اللي هي 16 و18 الموست كومن، الستة والهداشر يعملوا لكن ما هماش الموست كومن. الموست كومن زي ما قلنا 16 و18. كيف يحصل هذا الموضوع؟ احنا متفقنا حتى نقول كل الفور تايبس اللي هما 6 و11 و16 و18، الان حصل الجينوتايبس دي وحصل لينكد زي ما قلنا بالسيرفايكل كارسينوما. عشان يحصل التيومر، انه وجدوا ان الجينوتايبز دي يحصل لها انتجريشن في الدي ان اي، فلو ما يحصل لها انتجريشن في الدي ان اي تروح تعمل اكتيفيشن لبرودكشن لتو بروتينز اسمهم اي 6 واي 7، اي من ايرلي يحصل لهم برودكشن، اي 6 واي 7. لما يحصل برودكشن للاي 6 والاي 7، اولا الاي 6 بيروح يرتبط مع التيومر سابريسر جين بي 53، والبي 7 يروح يرتبط مع تيومر سابريسر جين نسميه الريتنوبلاستوما. فهذا حيؤدي ليش؟ حيؤدي الى انكريز في الميتوزس، لانه ما عاد فيش الجين اللي بتعمل سابريسر اللي هي تيومر سابريسر جين، حصل لها ان اكتيفيشن، فبالتالي حيؤدي الى التيومر او الكانسر. واضح؟ اذا ليش حصل الكانسر هنا؟ حصل كانسر لانه الجينوتايب الاربعه ذول عندهم قدره انهم يحصل لهم انتجريشن داخل الكروموسوم حق خلايانا، فلو ما يحصل لهم انتجريشن يحصل هاي برودكشن لتو بروتينز، واحد نسميه اي 6 وواحد نسميه اي 7، زي ما قلنا سموه اي عشان يحصل له ايرلي بروديوس.
الاي 6 والاي 7، الاي 6 عنده قدره انه يعمل ديجريديشن للبي 53 يكسره، بالتالي خلاص ما عاد فيش تيومر سبريسر جين، والبي والاي 7 يعمل ديستراكشن للريتينوبلاستوما، فبالتالي يحصل التيومر. هذه شايفين كيف هنا بالنسبه للبي 53 كيف انه الاي 6 حيعمل ديجريديشن، فبالتالي حيحصل اللي هو انكريز في الميتوزيس. نفس الوضع بالنسبه للاي 7، الاي 7 يرتبط بالرينوبلاستوما، فبالتالي لو ما يرتبط خلاص اللي هو الترانسكريبشنال فاكتورز اللي هو بروموترز اللي حيعمل اكتيفيشن للجين ما عادوش الموجود، فبالتالي حيحصل على طول ترانسكريبشن بشكل كبير، وبالتالي حيحصل ما نسميه بالتيومر. أربعة وهو رير لكن لابد تأخذوا بالكم منه، إذا كانت أم بريجننت وومن وهي مصابة بالجينيتال وورتس أو بالكندلوما أكيومناتا والجنين نازل ثرو البيرث كانال، حيأخذ الانفكشن وممكن يحصل عنده لارينجيال بابلوماز فيتل لارينجيال بابلوماز. دي بالنسبة للأربع ديزيز. إذا ذكروني بالأربع ديزيز اللي بيعملهم الهيومن بابلوما فيروس، ديزيز من هنا وديزيز من هنا. تفضل اول واحد، تفضل. ها واحد، وقلنا عشان نقول هذا الاسم ضروري يكون الشيب، ممتاز. الثاني ارفعوا صوتكم، جينيتال وورتس او نسميها كندلوما اكيومناتا. الثالث سيرفيكال كارسينوما، وقلنا ده مش هيحصل الا بسيرتين جينوتايب اللي هم يوجوالي الكومن 16 18 لكن 6 و11 يعملوا لارينجيو، وذي ما لهاش الا مو ترانسميشن واحد اللي هو ممتاز، برافو عليك. طيب الاكسرسايز الاول الان لو سمحتوا تطلعوا الورقه وكل ثمانيه مع بعض، كومبير بتوين الملسكم كونتاجوزم والهيومن بابلوما فيروس. تفضلوا تفضلوا كل ثمانيه مع بعض بسرعه. طيب خلاص شباب جاهزين نشوف المقارنات اللي عملتوها. الأمر الأول خلاص ذا أكيد، أيوه نسيت ما أقول لك المعلومة دي، أنا خايف تنسوها. لو قالوا لنا الملسكم كونتاجوزم ديزيز كوزد باي وات، بقول لهم ملسكم كونتاجوزم فيروس، ما حد كتبها صح؟ طيب وهذا كوزد باي هيومن بابلوما فيروس، تمام نفسه. الأمر الآخر المهم جدا، هذا وان جينوتايب، ذا أكثر من 100 نوع من الجينوتايبس، صح؟ نقطة مهمة. الأمر أيوة هذه النقطة لا تنسوهاش، الله يرضى عليكم. إحنا قلنا ذي أمبليكيتد، كيف نشخصها بالنظر اللي نشوفها أمبليكيتد بابيولا أو نسميها تشيزي، تشيزي يعني إيش؟ جبنة وريتكم إياها، حعيدها الآن إن شاء الله. وهنا ما في، هنا نشوفها إيش؟ اللي شكله 90% طبعا، هذا اللي نقول عليه اللي شكله القرنبيط. الامر الاخر ذا اكيد سوفت وذا رف. طبعا لو ما اقول الملسكم كونتاجوزم اكيد ينتمي لعائله البوكس فريدي، اكيد هو دبل ستراندد دي ان اي، اكيد هو ايكوسا هايدرال، اكيد انه هنا انفلوبد وهناك نان انفلوبد، برافو. طيب اكد عليها بس لو سمحتوا، شايفين هنا ها النقطه، شايفين الجبنه كيف هنا شيزي كاركترستيك على فكره، ها نسميها cheesy material or cheesy appearance characteristic له، ولذلك نميزها على طول بالنظر، نقول ذا لا ذا ملسكم كونتاجوزم، لا ذا human بابلوما فيروس أو الورتس باي human بابلوما فيروس. ذا زي ما أنتم شايفين، أنا أتمنى تكون الصورة واضحة، شايفين هنا من ذي اللي حين تعرفوا قرنبيض، أنتم ما تعرفوش قرنبيض، أيوة فذا شكل القرنبيض. طيب الدياغنوسيس كيف نعمله، لاب دياغنوسيس كلينيكالي يوجولي بالنظر، واتفقنا الآن كيف نميزه من الملسكم كونتاجوزم. لا تنسوش الامبليكيتد شيزي ابييرنس اور ماتيريالز، دي كاركترستيك بالنسبه للملسكم كونتاجوزم. وهنا اعتقد الان واضحه اكثر، مش عارف النظر بالنسبه لكم واضحه تمام. هذا الفيروس للاسف للحظه اليوم شوفوا كيف قديم، ومع ذلك ما نقدرش نعمل له كالتيفيشن ان فيترو في التيشو كلتشر، ما نقدرش نعمل له
كالتيفيشن. الامر الاخر يعملوا باب سمير اللي هو السيرفايكال سمير، وذي يشوفوها هيستوباثولوجي، يعملوا اذا كان بالنسبه للجينيتال ووردز بالنسبه للفيميل يعملوا يسموه باب سمير، اللي اكتشفوا اختصار الاسم عالم يسموه باب سمير ويعملوا الجينيتال ووردز. طيب الامر الاخر، احنا مش اتفقنا انه في معانا اي 6 واي 7؟ الاي 6 والاي 7 دول نعمل لهم ديتكشن كماركرز خاصه. طبعا يهمنا على فكره اللي يهمنا بالنسبه لنا احنا السيرفايكال كارسينوما يهمنا، اما بالنسبه للسكن وورت ده بالنسبه لنا عادي ما في مشكله، لكن يهمنا اللي هو موضوع السيرفايكال كارسينوما. البي سي ار اسف ممكن نعمل ديتكشن للبي سي ار بالنسبه لل بالنسبه للفيروس، نعمل بي سي ار عشان نعمل تشخيص مور سبيسيفيك مور سنسيتيف. التريتمنت، التريتمنت في فرق ودي لا تنسوهاش بالله. لو ما اتكلم على فروكا فالجاريس اللي هي الورتس العادي، الان التريتمنت اللي حتكلمها على حتكلم على السكن السكن وورتس اللي هي الفروكا فالجاريس حتكلم عليها، اللي قلنا شكلها شكل القرنبيط دي اللي حتكلم عليها في التريتمنت. يعملوا عمليه النيتروجين ليكويد نيتروجين، طبعا هذا حارق بشكل كبير فبالتالي ما يستخدمش في الجينيتال خالص، انتبهوا، فيستخدم بالنسبه عشان يعمل ديسترويد للجروث اوف الهيومن بابيلوما فيروس. كمان الكيب الكهرباء يستخدموها على اساس يعملوا اريديكيتد بالنسبه للفيروس. في حاجه الكيميكال اللي بيسموها البودوفيلين، وفي كمان تراي كلورو اسيتيك اسيد، كل هذه كيميكال سبستانس يستخدموها علشان لا تنسوش السكن وورت مش الجينيتال، ها انتبهوا. طيب البريفنشن، البريفنشن في معنى فاكسين جابوه، اسم الفاكسين ده اسمه كوادري فيلنت. ايش معنى كوادري؟ رباعي. مش احنا اتفقنا ان نخاف من اربعه جينوتايب؟ اول واحد ستة و11 و16 و18، هم راحوا جابوا الكوادري فيلنت ذا ويعطوه خاصه للفيميل. على فكره في الغرب يعطوه في الفيميل من على طول 16 17 سنه، فذي عشان بس يمنعوا ما نسميها بالسيرفايكل كارسينوما. ساعات احنا مش اتفقنا ان احنا المور ريسك او كومن سيرفايكل كارسينوما يوجوالي كوزد باي 16 18 فعملوا باي فيلنت، لكن نقول احنا ما دام الكوادري فيلنت موجود فيستخدموا الناس الكوادري فيلنت. هيا بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا من هنا. ها بسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين؟ انا شكل اليوم الله يمكن يفوزوا عليكم الجماعه. طيب ذا هيومن بابيلوما فارس ذي ار دبل ستراندد دي ان اي، ها ايثر ريزيستنت. طيب الكوز فروكا بالجارس، يس cultivation in vitro، صحيح. إذن هو صحيح بالنسبة للدبل ستراند دي ان اي وللايثر وللفروكا فالجاريس. طيب السؤال الثاني لكم، all of the following are double دي ان اي oncogenic viruses for human. الابشتين بار فيروس، ابشتين بار فيروس، رفع يداتكم بس كذا باطل، رفع يداتكم، رفع يداتكم فوق. سمول بوكس، هربس امكس فارس تايب 2، وبعدين مش قلنا سيرفايكال كارسينوما هيومن بابيلوما فيروس؟ اكيد اللي ايبشتين بار فيروس. مش قلنا اشهر حاجه بيركس لنفونا في اللنفوما، وقلنا 3 بي يصيب البي وليتن في البي ويعمل بيركس لنفوما. ضروري نجلس معكم اليوم جلسة على جنب لوحدنا. طيب السؤال رقم ثلاثة، which of the following human papilloma viruses are known to cause cervical carcinoma؟ واحد اثنين ثلاثة واربعة. type 6 و 11 و 18 و 33، type 1 إلى 100، none are oncogenic. إذن أنتوا زيهم أخوانهم، مش قلنا 6 و 11 و 18 و 33؟ ستة صحيح، 33 واحدة من اللي تعمل، صحيح صحيح. طيب هي 6 و11 و16 و18
33 هي تعمل بس ما هيش المور كومن، لكن ده طالما انكم شفتوا 6 و11 و18 دول كومن. طيب pregnant woman can pass human papilloma virus to their child true. yes اكيد فولس اكيد انها ترو. طيب اخر حاجه في الفيروس دي هيومن اللي هو بوليوما فيروس، مش اتفقنا انها با بو با؟ احنا خلصنا الباء، الان البو اللي هي بوليو، بوليوما فيروس. طبعا زي ما قلنا هي بوليوما فيروس، هذا سهل الفيروس ده حنعرج عليه في كلمتين فقط، انه هو اكيد دبل ستاندرد دي ان اي، واكيد انه نيكد، واكيد انه كوسا هيدرال. في تو تايبس منه، في الجي سي وفي البي كي. الجي سي اكتشفوها عند مريض اسمه المريض كذا اسمه جون كارينغهام، اسمه جون كارينغهام، والثاني اسمه برينن كروهن، اسم اثنين من اللي انصابوا بهم فسموهم اختصار. حتى على فكره الان لما تشوفها في الكتب بيجي يقول لك الجي سي فيروس والبي كي فيروس، بس ما عاد يجيبوش حتى الاسماء حقهم، بس هي الفكره حتى تعرفوا انه الابريفيشنز ذا نتيجه الاثنين مرضى انصابوا بهم. الامر الاخر ذول اساسا هم ما يصيبوش، ما يعملوش اي حاجه في الناس الهيلثي، لكنهم يحصل لهم ري اكتيفيشن في الناس اللي هم اميونو كومبرومايزد بيشنتس. البي كي يعمل بروجريسيف مالتي فوكال ليكو انكيفالوباثي، برين دامج وفيتال طبعا، لكن زي ما اتفقنا في الناس اللي هم اميونو كومبرومايزد بيشنت. الجي سي يعمل حاجه بنسميها هيموراجيك سيستايتس، ويعمل كمان نيفروباثي. دول فقط بس كإشارة لهم، لأنهم أساساً ما يعملوش ديزيز في الناس الهيلثي، ولكن في الناس اللي هم إميونو كومبرومايزد بيشنتس. كنا معكم في هذه ما مضى في موضوع البابوفا فيروس، وإن شاء الله يكون موضوع سهل جداً، وبإذن الله عز وجل تكون الأمور واضحة. وشكراً جزيلاً لكم، شكراً.